لا أيام طالت يد الإرهاب الغادر تونس باستهداف متحف باردو الأثري، أحد أهم معالم ذاكرتها الوطنية ورمزا من رموز انفتاحها على مختلف الحضارات الإنسانية. وفي محاولة لضرب القطاع السياحي، وخلفت هذه العملية الشنيعة شهداء تونسيين نترحم على أرواحهم الزكية وضحايا من السواح الأبرياء، نعبر لأسرهم ودولهم عن أحر تعازينا وخالص تعاطفنا ومساواتنا، ونشكر كل من ساندنا ودعمنا في هذا الظرف الخاص.